هذه ما شاء الله شكل السيارة من الأمام، محرك 1500 سي سي 4 سلندر، إنارات السيارة الأمامية فل الإي دي، تمتعوا بشكل السيارة من الأمام ما شاء الله تبارك الرحمن. مع الجنوط مقاس 19 مكحلة، إشارات من مرايات مطاعمة كروم، حناية عفش، مقابض الأبواب تطلع وتدخل. شوفوا الطريقة اللي تطلع فيها مقابض الأبواب، مع بطاقة وقود لكل لتر 18 كيلو فاصل 2 تقييم ممتاز بلس. هذه ما شاء الله السيارة من الخلف، إنارات السيارة الخلفية فل الإي دي، ما عدا ثلاث حساسات خلفية وجناح خلفي، وللعلم شنطة السيارة الخلفية بحركة كهربائية، يعني لا تعب نفسك وانت ترفع ولا تنزل. وهذه ما شاء الله السيارة من الخلف، فيها إنارة الإي دي خلفية لمساحة الشنطة الخلفية. نجل السيارة ما شاء الله من الأمام، عندنا الداخلية ما شاء الله بالأوف وايد، إنارة محيطية وكذلك موجودة في الطبلون. شوفوا كيف تفتح الباب، ما في طريقة تقليدية في فتح الباب، عندنا نفس الشكل هذا اللي موجود في الباب موجود في الطبلون مع إنارة محيطية، إنارة محيطية في الطبلون. بوريكم هذاك وش فايدته. أول شيء أنت ممكن تتساءل، إذا جاء الصيف بيذبحني الحر، من وين أعلي على المكيف؟ لا لا تخاف، من هنا تعلي على المكيف ومن هنا تكسر عليه. طيب درجة الحرارة يا راشد؟ درجة الحرارة من هنا، شايفين كيف؟ ترفع وتنقص على درجة الحرارة، في وضعية الأوتو وفي شاحن لاسلكي، في شوف كيف التشغيل الذكي في السيارة، الرباعي، غير السيارة، شلون كهربائي، كوب هولدرز بعد 2، مساحة تخزين، إنارات عادية، مرايات عادية، إنارات الإي دي. أهم شيء عاد في الشتاء فتحة السقف البنورامية، وأنت تشوف المطر ينزل عليك.